الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، والعاصي خرج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك سميت المعاصي فسوقا، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأعظمها البدع، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. بعض المغرورين يقول: لا، البدع فيها شيء حسن، هناك بدعة حسنة. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وأن تقول هناك بدعة حسنة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل بدعة ضلالة. والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه أمرنا، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة في العبادات، وهو ضلالة. وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة. هذا من المحادة لله ولرسوله.